الصلاة والسلام على رسول الله. الآن عندي هذه المسألة، تمام؟ هذا السؤال يقول لك a force of F يساوي 100 نيوتن، تمام؟ بعدين يقول لك find load F2، قال لي ال F هنا تساوي 100 نيوتن، تمام؟ F2 اللي هي نهاية المكبس يبغاها، ال F1 دائما تكون عند القطر، يعني مشبوكة مع القطر الأول، تمام؟ تمام. والF2 القوة الثانية مشبوكة مع القطر الثاني. طبعا أول شيء مديني مساحة القطر الأول 1.5 سنتيمتر، ححولها المتر، حقسم على 100. وعندي هذه الA1، شوفها محط A1، وعندي هنا الA2، تمام، أوريدي 5، أحولها لمتر، تمام. تمام، عندي هذا القانون لازم هو اللي أبدأه، سيبك من هذا، هذا القانون هو اللي أبدأه ونكتبه. طبعا الاي، تمام، الاي اللي هي حنطلعها زي كذا، شوف الاولى معانا 1.5 متر، سنتيمتر حولناها للمتر، برضو هذه اي 1 صح. الاي لازم ندخلها في ذا القانون، هذا قانون الاي، باي ثابت قسمة 4، الدي اللي هو الناتج حق الاي بعد ما حولناه، تمام، تربيع. شوف لو نلاحظ اي 1 ربعنا هذا الناتج بعد ما حولناه للمتر، ربعناه، شوف دي يساوي معانا كذا كذا، A2 كذا كذا، تمام. تمام، طلعنا A2 A1. F2 مو عندنا هو المطلوب، والF1 كمان طلع مو عندنا. نجي نستخدم هذا القانون، يقول لك قانون العزوم سيجما M C يساوي 0، تمام. القانون كالتالي حنبدأ فيه، الF مضروبة، شوف الF مضروبة في هذا، في الطول هذا كامل لين عند المساحة دي، تمام. الاف اللي هو هذا مضروب في المساحة كاملة هذه، 30 زائد 3 33 سنتيمتر صح، نحولها المتر حيطلع معنا 0.33، ناقص F1، ناقص F1 هذا اللي هنا، تمام، اللي هو عند البي، هذا مجهول مو عندنا. طيب نكمل، مضروب في 0.03 اللي هو مضروب في هذا الناتج بس اللي هنا اللي جهة F1، تمام، يساوي 0، تمام، لأنه قانون العزوم. طيب الآن نجي نمهدها، نقول الخطوة الثانية F أوريدي هو معطيني هو في السؤال 100، صح ولا لا؟ قال لي هنا force of F 100، خلاص نجي بدل الاف نكتب 100، نضرب في ذا الناتج، تمام، نضرب في ذا الناتج، ننزل هذا زي ما هو، ننزل هذا زي ما هو، ننزل هذا زي ما هو، هنا في النهاية خلاص هذا وهذا مضروبين في بعض، 100 في كذا كذا، تمام ولا لا؟ 100 خلاص يطلع معي 33، تمام، حاصل جمعهم، وهذا معي الصفر خلاص يروح، وهذا معايا خلاص، هذا ننزله في المقام، يصير زي كذا معانا الاف 1، تمام، هذه اللي هي معانا تساوي 33، حصل مجموع هذه، تمام، وننزل هذه تحت خلاص، الصفر هذا يروح معانا وهذا تيجي هنا، يساوي معانا كم؟ 1100 نيوتن، هذا الاف 1، تمام، الاف 1. الان نعوض الاف 1 نحطه هنا، تمام، في القانون، نفك القوسين، بسط مقام في البسط، A2 بكم طلع معانا؟ هذا هو على A1، هذا هو، ويطلع معانا ال F2 طبعا كذا حتطلع معانا 1100 زي ما اتفقنا حق ال F1، نحط في البسط ال A2 في المقام ال A1 يساوي 12220 نيوتن، وانت بكذا حليت المسألة ودمتم بخير يا رب.